خليني اروح لحضراتكم برضو لاستكمالا للخبر اللي بنتكلم فيه. قامت ايضا لجنه اداره الازمه برئاسه كابتن محمود الخطيب بارسال خطابات للاتحادات الوطنيه للاعبي الاهلي المحترفين والذين تم استدعائهم للانضمام الى منتخبات بلادهم وابلاغهم بان النادي الاهلي في حاجه الى جهودهم لانه مرتبط باداء مباراه رسميه في نهائي دوري الابطال طبعا يوم 30 زي ما حضراتكم عارفين الشهر ده وفقا لما جاء على الحسابات الرسميه لكاف. وده برضو او دي النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا تضارب المواعيد برضو مين المسؤول عن الأجندة أكيد حضراتكم عارفين يعني عن جدول المباريات أكيد حضراتكم عارفين فبرضو الواحد مش قادر يستوعب يعني طب إحنا نعمل إيه يعني بجد والله في عارفة ممكن تكون محطوط في أزمة ويبقى ليها حل بس إيه عايزة مجهود ماشي نعملها بس في حاجات أنت بتبقى مزنوق فيها لدرجة أن أنت مش عارف تلاقي حل. فبجد والله اللي بيحصل في النادي الأهلي ده ومش عشان الواحد منتمي لهذا النادي لا بس حرام اللي بيحصل ده غريب جدا الواحد نفسه يفهم على أي أساس ولصالح مين بس يعني دي تساؤلات هنقعد نطرحها بصراحة لغاية لما نلاقي إجابة. تحس أنه قطر ماشي بسرعة البرق وفي العديد من الافراد والعديد من الجهات او الكيانات ايا كان المسمى بيحطوا لك في سكتك في القضبان بتاعه القطر اللي ماشي طاير ده عراقيل ورا عراقيل وكلها يعني. عشان تحس ان هي ايه استهلاك واستنزاف للمجهود والفكر يعني اللعيبه نفسهم عشان كده دايما بنقول من المهم جدا ان اللعيبه تكون بمنأى وبعيد تماما عن النوع ده من الكلام وخصوصا اللغط اللي بيدخل فيه الجماهير طرف اساسي لان الحاجات دي كلها كثيره بان هي تشتت تركيز اي حد. فعلى كل حال يعني نتمنى خير ان شاء الله.